رحت اللندن. ده هو في الفريق في البتاع. اهلا اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي المصريون في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. معكم علي اسماعيل من محافظه الالوبيه وتغطيه جديده من خلال موقع المصري اليوم. اعزائي المشاهدين، احنا النهارده موجودين في قريه ميت حلفه التابعه لمركز مدينه اليوب، يعني حيث شهدت جريمه بشعه، يعني الجميع يشهد هنا بانها من ابشع الجرائم التي ارتكبت في ظل الاب متوحش قام بالتخلص من نجله في هذا المنزل، قام بالتخلص منه وذبحه بكل بشاعه في هذا المنزل الذي نشاهده الان اعزائي المشاهدين. يعني معانا النهارده شهود عيان الواقعه، هنعرف منهم تفاصيل اللي حصل. تعرف على حضرتك؟ ياسر رماح. قول لي بقى ياسر، انت جيرانهم هنا؟ احنا جيرانهم هنا. الولد اسمه ايه؟ الولد اسمه عبدو عمرو. عنده قد ايه؟ عنده 17 سنه. 17 سنه؟ ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل بالظبط، احنا نايمين مفيش اي حاجه، بنقوم الصبحيه على شغلنا عادي، لقينا في سويت في قلب الشارع. طبعا اتجهنا بحسب في حاجه عند الحاج تحت، ببص لقيت والدته نايمه تحت في الارض وبتقول الحقني يا عم ياسر الحقني الحقني. في يا ست قالت لي الحق ابني ايه مقتول فوق. انا بحسب الواد تعبان في اي حاجه، نستنجد ايه ناخد بعضنا ونجري بالموتوسيكل او بالعربيه ناخد بعضنا وايه ونوديه اي مستشفى. طلعنا فوق بصينا لقينا الولد مرمي على الارض جثه هامده، غرقان في دمه، مذبوح من رقبته. مذبوح ومفصوله دماغه، مش مفصوله، لا مش مفصوله، موجوده دماغ، موجوده الراس بتاعته موجوده، بس مذبوح بس بطريقه بشعه شويه. طبعا الناس اتلمت والعمده جه مشكورا، يعني حاج مأمون جنديه جه، ولما جه اتصلنا بالحكومه والحكومه برضو جت وطلعنا فوق. اتاري ان الولد ده امه بايته من في المستشفى بخوز صغير ومفيش حد كان في البيت غيره هو. ولما قعد والده كان موجود؟ لا والده ما كانش موجود، ان والده اصلا منفصل عن زوجته، بس مفيش طلاق اعتقد، يعني ان انا بسمعه يعني مفيش طلاق، بس في مشاكل بينهم وبين بعض، دايرين بينهم وبين بعض، بس عايشين في بيت واحد. لا مش عايشين في بيت واحد، لا هو لما حصل مشاكل وفي مشاكل دايما على طول وفي شد وجذب بينهم وبين بعضهم. الراجل جه قام ايه الواد قام خد امه وخد اخته قال لها بنبعد عن الراجل ده عشان المشاكل اللي بيعملها لنا وبيأذي فينا، ناخد بعضنا وناخد شقه ونصرف ايه معاك على نفسنا ماشي. طبعا لما جه خدوا الشقه، طبعا برضه مش سايبهم في حالهم، طبعا مش سايبهم في حالهم ماشي. وكل شويه يجي زعق معاهم وكل شويه يجي يعمل مشاكل معاهم ماشي. طبعا لما هم جم بيقولوا جه امبارح، انا ما كنتش موجود، كنت في شغلي عادي ما اعرفش اي شيء. اللي انا اكتشفته انا كنت نايم الصبحيه عادي ولقيت في سويت وانت نزلت جري زي ما الناس كلها بتجري. طبعا انا سمعت ان هو جه بيقولوا جه امبارح وفي شهود عيان ان هو نزل شافوه خارج رجليه فيها دم وبيجري. حتى الناس قالت هو مين ده، وفي ناس طلعوا اتكلموا في الموضوع ده ماشي. بس وطبعا طلعنا فوق لقينا الراجل المذبوح. الولد عنده قد ايه؟ عنده 17 سنه وعيل محترم. عيل محترم عنده جدا. عنده 17 سنه؟ عيل محترم وشقيان على امه وشقيان على اخته اصلا في جامعه وبرده متوظفه، واخته وامه برده شغاله برده، عشان ان ايه انت لو تروح الشقه بتاعتهم نايمين على الارض انك مكروشين من الله. مكروشين منين؟ من هو كرشهم من البيت. وفي مشاكل على طول، هو العيال زهقت. العيال طهقت ماشي. طبعا جم هنا قالوا احنا بعيد عنه، والواد انا هشتغل بقى اكيد. انا على وجهه نظري انا قلت ممكن يكون هو بقى الواد لما وقف مع عمه واشتغل وبقى يجيب لها فلوس، هو ممكن يكون متغاظ من حاجه زي كده، ممكن حاجه زي كده يعني. طبعا جه امبارح بيقولوا ده طلع فوق وعمل فيه مشاكل. الاستاذ احمد اللي قدامنا، الجار اللي قدامه على طول بيفش الشقه على طول ماشي. جه لقى بيقول كان في زعيق امبارح وكان قايل لك الكلام ده، استنها لي احمد ماشي. على يا احمد، تعالى يا احمد. احمد بيقول كان في زعيق طبعا لما احنا بنتكلم، واحمد معاك اهو. انت جارهم يا استاذ احمد في الوش في الوش. الوش على طول. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل اللي هم كل مدى في مشاكل جامده، في مشاكل جامده. الاب بيبرش وبيشرب. هو عايش معاهم هنا ولا مش عايش؟ هو بيجي تخطيف كده معاه. وبيضرب الام وبيضرب ولاده، بنته البنت كده العروسه، بنت عروسه كده بيضربها. بيضرب البنت عيل صغير برضه على طول، وش على طول.
لكن العيال شخصيه محترمه جدا. تمام، ايه اللي حصل بقى يومها؟ اللي حصل انت سمعت ايه؟ اللي انا سمعته من العيال عندي فوق اللي هو رقعه في الدماغ هنا في الاول ما اثرتش فيه. الواد عادي يجري منه راح جاب السكينه راح مترق. تمام، اليوم ده انت كنت موجود وسامع زي؟ لا ولا كنت لسه جاي من الشغل ومن بره وطلعت سامع زي. هو كان بيزعقوا مع كان في خناقه ما بينهم يعني. هو كل يوم على كده. الساعه 7:30 امبارح. 7:30 كان امتى في الوقت ده؟ الحدود ده قبل المغرب بحاجات بسيطه. قبل المغرب بحاجات بسيطه. بعدين بعد كده سمعنا بقى مع رواد خرج ورجعت سمعت الجيران هنا بيقول لك ده في واحد ايده متعصى دم وجري خد بعضه وجري. الناس هنا شافوه نازل ايده متعصى دم. كان معاه توك توك؟ لا كان واخدها جري. لا كان معاه التوك توك ركنه هنا. كان ركنه هنا بس كان واخد الحته دي الجري. كان واخد الحته دي الجري حد التوك توك الناحيه التانية. هو متعود دايما يجي هنا يتخانق معاهم وي لا هو زعيق وبياخد بعضه وبيمشي. عايز اقول لك حاجه، هو مش المشكله كلها مش ان هو بيجي، لا هو بيجي يقعد معاهم يقول انا عايز اقعد معاكم وهبقى كويس ومش هبقى كويس، وفي الاخر بعد ما يقعد معاهم ياكل ويشرب يقوم برضه عم شاتمهم ومد ايده عليهم والكلام ده. والام من سعادتك الام من خوفها خدت البنت معاه والواد الصغير وهي كانت محجوزه في المستشفى. ده ثلاث اولاد غير واد وبنت واد وبنت واد صغير. خدت الواد كان محجوز في المستشفى راح تقعد البنت. ده اللي هو اللي مات. اللي هو ده اكبر واحد. ده اكبر واحد. ده عنده كام سنه؟ 17 سنه. لعيب كوره في بيلعب كوره في اكاديميه هنا. حضرتك خايف على البيت من الشرب اللي يعمل فيها حاجه يا نايمه الكلام دول. يكونوا بيشرب راح وهي واخداه معاه. حصل بقى اللي حصل معاه. هي ما كانتش موجوده بقى الزوجه؟ كانت محجوزه في المستشفى بالواد الصغير. ابنها الصغير. عنده كام سنه الواد الصغير اللي كان؟ الواد الصغير ده عنده حوالي 3 4 سنين. 3 4 سنين. هو خافت بقى البنت خدتها معاه خدته معاه. انما في الوقت ده ما حدش قال لكم ان كان في سويت مثلا او زعيق في البيت؟ هو من احنا متعودين اللي فيه زعيق والكلام ده ما بناخدش وند معاه. بنفرش بيكم ونريح دماغنا منه. هو بقى اللي عرفنا النهارده الموضوع اللي هو القتل اللي كانت الساعه كام بقى الجريمه اللي كانت الجريمه قبل المغرب كده من العصر العصر والمغرب. في الوقت اللي انت سمعت فيه الزعيق؟ لا من العصر والمغرب. ما بين العصر والمغرب ده الوقت اللي انت كنت اللي كان فيه زعيق مع بعضه. فانت معتاد ان فيه زعيق فعادي عادي ده عادي ما ادتوش اخوانا ما ادتوش اخوانا اللي هو يقتلوا الكلام ده. ما سمعنا بقى رحت المشوار ورجعت يقول لك ده رجليه متعصى دم وخد بعضه وجري. وجينا تاني النهارده بيقول لك جريمه قتل واللي حصل. الولد كان عامل ايه ما في الشارع معاكم؟ لا لا مفيش حد بيسمع له. عايز اقول لك على حاجه، انا والدتي تشكر فيه جدا، بتقول يا ريت كان هو كان جه بات عندنا، ان هو كويس جدا ومحترم جدا. هو قصاد من هنا ما حدش بيسمع له حس بالظبط. هو بقاله قد ايه هنا؟ بقاله حوالي 4 شهور. يعني هم جايين ساكنين دلوقتي؟ ساكنين دلوقتي. هم بقالهم كتير في يا احمد. ثانيه واحده يا احمد، لما حصل مشاكل بينه وبين اهله فين؟ عنده بيت ابوه. عنده بيت ابوه. قالوا احنا مش هنقعد في المشاكل دي كل شويه. ان كانت البنت اللي عنده بنت اخته كان جايه عندي في السنتر وكده، وبقيت تقول ياسر عايزين نشوف شغل عشان خاطر الامر كذا 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 كذا، وفي مشاكل عندنا. ماشي. طبعا هم زهقانين من الايه؟ من الموضوع. قالوا هنقعد فين؟ هنبعد عنه. والواد قال انا هشتغل بقى ونصرف يا ماما عليك واصرف على اخواتي وبالفعل لا محترم جدا. البنت شغاله والام شغاله والابن اللي هو توفى ده شغال. انت معايا؟ كله بس هم كلهم شغالين ما شاء الله عليهم. بس فوق بقى تلاقي عندك ايه؟ مفيش فوق حصيره، ان سايبين عزالهم وسايبين كله هناك. وما اتطلقتش يعني الست دي ما اتطلقتش. الست دي سمعتها كويسه وعيلها سمعتهم كويسين جدا. بس ده اللي احنا عارفينه. في حد من اصحاب عبد الرحمن هنا؟ يعني اللي كانوا معاه في النادي؟ كان معاه في النادي. انت كنت مع عبد الرحمن؟ بس هو انا عارف ان هو بيروح النادي بس ما كنتش بلعب معاه في النادي. لا بس انا عارف ان هو بس هو اخلاقه عامله ايه؟ محترم وجدع يعني ما شفتش منه حاجه وحشه الصراحه يعني. بس ده اللي اعرفه. كانش بقى بيشرب سجاير ولا بيمشي؟ لا 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 كويس. لا محترم هو كان غلبان الله يرحمه. يعني قول لي بقى انت هنا من الشارع؟ ايوه برضه. يعني قول لي برضه ايه اللي انت سمعته؟ انا كنت حضرتك كنت نايم. انا اخو ياسر كنت نايم تمام، فصحيت على صريخ فخرجت لقيت الست نايمه هنا في الارض بتمرمغ وبتاع زعلانه على ابنها. فطلعنا جري على فوق في ايه في ايه؟ قالوا لي ايه؟ متوفي. فطلعنا فوق تلاقينا الولد لموظف الكلمه. كان فين حته في الصاله ولا في الصاله؟ مرمي في الصاله. في الصاله على وشه ولا على ظهره؟ لا على وشه. مرمي على وشه. على وشه ومدبوح. ومدبوح من هنا كده. من رقبته. من رقبته. الشقه كلها مليانه دم. الشقه كلها مليانه دم. او الحاج لما منظر كان في سكينه جنبه او سلاح جنبه او اي حاجه؟ لا مفيش. لا 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 خد طبعا السكينه. خد كل حاجه. والناس بتقول بقى ان هو كان نازل في دم في رجليه والكلام ده. بس هو ده اللي احنا شفناه.
طب هو عبد الرحمن الله يرحمه كان الله يرحمه يعني في يعني علاقته ايه بيكوا في الشارع يعني؟ لا ولد كويس والله، كويس ومحترم جدا يعني، في حاله في حاله يعني، ما بيعملش حاجه ما بيأذيش حد. كان شغال مع والده على التوك توك برضه يعني، كان شغال على توك توك. بيصرف على والدته، على والدته واخته واخوه الصغير وكده يعني. تمام. أعزائي المشاهدين، هو ساكن في الدور كام هنا؟ الدور الثالث. أعزائي المشاهدين، مشاهدي مصر اليوم، ده المكان اللي حصلت فيه الجريمة اللي شهدتها قرية ميت حلفة، مركز اليوب بمحافظة الأليوبية، حيث تجرد أب من مشاعر الإنسانية وقام بذبح نجله، يعني في مشهد يعني فظيع لا يستطيع أحد أن يتخيل المشهد كما وصفوه شهود عيان اللي كانوا موجودين ساعة الواقعة. يعني الولد الجميع هنا يشهد له بالأخلاق والطيبة وحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، وكان بيشتغل ويصرف على إخواته الله يرحمه. يعني كان ممكن الصورة كان الله يرحمه الله يرحمه يعني كان طيب وكان أخلاق، يعني بيصرف على والدته وأخته كله بشغال ومكافح عشان خاطر يبعد عن والده اللي كان دائم التشاجر الشجار معاهم هو ووالدته، وقام في هذا اليوم يعني بالشجار مع نجله وقام بذبحه بطريقة بشعة لا يتخيلها ولا يتصورها عقل. ويعني الكل هنا حزين على عبد الرحمن اللي يبلغ من العمر 17 عاما لأخلاقه وطيبته وحسن يعني أخلاقه اللي كان بيشهد لها الجميع. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي المصري اليوم، كان معكم علي إسماعيل من محافظة القليوبية.